السلام عليكم. يقولون مرة واحدة في السنة حتى العصا يمكن أن تطلق النار، ولكن لا يوجد أي شخص قد رأى ذلك بعينيه، ويبدو أنه لم يتمكن أحد من تصوير هذا. ومع ذلك اليوم تستطيع الكاميرات التقاط أشياء أكثر روعة. الآن سترى مثل هذه اللحظات، لكن قبل المشاهدة حفظنا الأسطوانة طبعا. إعجاب، اشتراك، تعليق، نتوكل على الله. المرأة القطة. في السينما المرأة القطة تبدو مختلفة قليلا، لكن هذا شيء حقيقي تماما، لأنها تتحرك تماما مثل القطط، وبالكاد أي شخص سوف يكون قادرا على تكرار هذا. موسيقى الشارع. عادة موسيقي الشوارع لديه على الأقل آلة موسيقى، ولكن هذا الرجل لم يكن لديه شيء على الإطلاق، لكنه استطاع صناعة تحفة موسيقية باستخدام أنابيب بلاستيكية واثنين من الملاعق. عزف سحري. بعض الناس يثبت أنه من أجل الإبداع لا تحتاج إلى الكثير من المال، إذا كان لديك الموهبة التي يمكن أن تقوم بها على أي شيء. هذه الأصوات تبدو سحرية، وببساطة في الواقع إنها كؤوس زجاجية مليئة بكميات مختلفة من الماء. بينما يعتقد البعض أنه يؤمن بالمعجزات أو لا يؤمن بها، البعض الآخر يصنع السحر بنفسه. دمية حية. أنت بالتأكيد تتذكر القصة الخرافية عن بينوكيو الذي صنع من دمية من الخشب ثم أصبحت ولدا حقيقي. يبدو أن نفس الشيء حدث لهذا الرجل، دميته ليس فقط حية لكن أيضا بدأت العمل معه كفريق. عنكبوت في السماء. لكن أن ترى شيئا غير عادي ليس لطيفا دائما، فهل ترغب في أن تسافر في طائرة وطول الطريق تشاهد عنكبوتا ضخما من خلال النافذة؟ الإعصار الأحمر. الخالق سبحانه وتعالى قادر على أشياء كثيرة. أحيانا يظهر ظواهرا طبيعية مذهلة مثل الأضواء الشمالية، وأحيانا يمكنه إبادة مدن بأكملها. انظر إلى هذا الإعصار الأحمر، هو منظر جميل ومخيف وغامض في نفس الوقت. لماذا كان باللون الأحمر؟ لا أحد يمكنه تفسير هذا. حرائق البراري. العشب الجاف يحترق بسرعة كبيرة، وغيوم من الدخان تلتقطها وتدور بسرعة وتسقط في كومة من العشب، ويبدو المشهد ساحرا. السماء الغامضة. في مدينة مكسيكو سجلت ظاهرة طبيعية غريبة، ولكنها جميلة بشكل لا يصدق. السماء تغير لونها في بضع دقائق، ولا أحد يعرف ما كان هذا. الإعصار المفاجئ. في منطقتنا الأعاصير ظاهرة نادرة، وحتى لا نعرف كيف تتشكل، لكن المشاهد التالية ستفاجئ حتى أولئك الذين رأوا الإعصار بأعينهم. في لحظة ظهر الإعصار وبدأ ينمو بسرعة في الحجم، وهو قوي جدا ويمكنه أن يمتص أي شيء في طريقه. مركبة فضائية. قد تقول أنها نوع من علب الصفيح، لكنها في الواقع نموذج من سفينة فضائية حقيقية، والتي تخطط الشركة الفضائية سبيس إكس استخدامها للوصول إلى المريخ في المستقبل. الأطراف الاصطناعية. في القصص الخيالية عن القراصنة كان لدى البعض منهم بدلا من اليد خطاف الذي يمكن أن يساعد أثناء المعركة مع العدو، لكنه لم يكن مريحا للغاية. لكن الأطراف الصناعية الحديثة لا يمكن تمييزها عن اليد الحقيقية. القفز. إذا كنت تحلم منذ فترة طويلة بالقفز بالمظلة ولكنك كنت خائفا، فنحن نأمل أن هذه اللقطات سوف تساعدك على ذلك. فقط انظر إلى الجمال والذي تحتاج أن تراه بعينيك على الأقل مرة واحدة في حياتك. نقل. إذا كان عليك أن تنتقل من منزلك من قبل، فأنت تعرف أنه ليس بالأمر السهل، فمن الضروري دائما أن جزءا من المنزل ترتبط معه الآلاف من الذكريات الممتعة. لكن لماذا لا تأخذ المنزل معك؟
هؤلاء الناس أثبتوا أن هذا ممكن جدا، لكننا فقط نتساءل إلى أي مدى سيأخذونه. انهيار أرضي. عند الذهاب للصيد تذكر أن الخطر يمكن أن يأتي من حيث لا تتوقع. انهيار أرضي مفاجئ أدى إلى أن الأشجار الضخمة بدأت تتساقط، والماء كاد أن يصعد بسهولة على القارب لو لم يكن لدى الفتى وقت للهروب. حفر في الطريق. إذا كنت تعتقد أنه في اليابان الطريق المثالي وفي مدينتك الطرق مليئة بالحفر، إذن عليك إلقاء نظرة على هذه اللقطات. هذه الحفرة تشكلت تماماً في موقع عبور المشاة. لحسن الحظ ورحمة الله لم يصب أحد بأذى. المروحية الخارقة. حتى الطيار ذو الخبرة سيخبرك أن المروحية ليست مثل الطائرة، وليس من الممكن القيام بخدع معقدة عليها. لكن كيف يمكن تفسير هذا؟ هذه المروحية يمكنها أن ترتفع وتعلق في الهواء وتطير مباشرة ثم تعمل شقلبة، والأغرب هو تغيير زاوية المروحية. دبابة. الدبابة هي آلة عندما تسير لا تتوقف عند أي شيء، لذا لا تقف في طريقها. دراجة مائية. من المحتمل أنك سمعت عبارة بأنهم يجب أن يعيدوا اختراع الدراجة، لكن لحسن الحظ ليس كل شخص يأخذ هذا القول حرفيا. ومع ذلك بشكل متزايد هناك وسائل نقل مذهلة جديدة كل فترة. المركبة الغامضة. وسائل النقل أصبحت أكثر وأكثر روعة كل سنة، حتى الحافلات البرمائية ظهرت بالفعل، والتي تحمل الناس ليس فقط على الأرض ولكن أيضا على الماء. ولكن ما هي هذه المركبة الغريبة؟ من ناحية تبدو كسيارة، ومن جهة أخرى تبدو مثل اليخت، وفي الواقع هي وسيلة نقل خاصة لإطلاق اليخت في الماء. ملاهي. بينما يحلم البعض بالذهاب إلى ديزني لاند ويدخرون المال لذلك، آخرون يحظون بوقت جيد في أماكنهم، فلماذا لا نجمع بين العمل والمتعة وتوفير المال في نفس الوقت؟ الفيل المساعد. إذا كنت سائقاً في ظروف سيئة، ربما كان عليك أن تطلب من أحد أن يدفع سيارتك، وهذا الفيل يبدو أنه مساعد محترف يمكنه التعامل مع مهمة معقدة. فيل على السكة الحديدية. لسوء الحظ الحيوانات غالبا ما تسير على السكة الحديدية، وفي معظم الحالات إشارة القطار تخيفهم، لكن في بعض الأحيان يكون على السائق أن يقوم بتوقف طارئ. هذا الفيل الضخم سد الطريق على السكة الحديد. لحسن الحظ كان هناك رجل قريب بدأ يعطي إشارة للسائق من بعيد. بدأ القطار في إصدار صفارات عالية لإخافة الحيوان. الفيل غادر الطريق ولم يعد حتى كان القطار بعيدا عن الأنظار. موجة ضخمة. ركوب الأمواج يمكن أن يكون ممتعا، لكن فقط طالما أنها ليست كبيرة جدا. الماء الضخم يمكن أن يغطي الرأس ويسحبك إلى الأعماق. هذا الشاب يحاول الهرب من الأمواج، ومع ذلك ما زال يمكنها اللحاق به. الكثير من الناس يمرحون ويستمتعون بالماء، لكن يجب أن لا تنسوا قواعد السلامة. إذا أعجبكم هذا الفيديو لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة. شكرا على المشاهدة، وانتظرونا بفيديو جديد.